أحسن الله إليكم. المستمع ناصر بن عبد الله الوقيان من الرياض يقول: إني أريد أن أخرج زكاة الفطر عني وعن أهل بيتي، ولي قريبة أريد أن أصرفها لها، فهل يصح ذلك؟ إذا كانت هذه القريبة فقيرة وليست من آبائك أو من أجدادك أو جداتك، يعني ليست من أصول الناس النسب، ولا من أولادك أو أولاد أو أولادك، فإنه يجوز أن تعطي زكاة المال وأن تعطيها صدقة الفطر لفقرها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل معنى إخراج زكاة الفطر جعلها لها وإن كانت عندي في البيت، أو يلزمني أن أخرجها من بيتي؟ ما دام انك تنفق عليها وقائم بحاجتها فهي ليست فقيره، لا تحل لها الصدقه، لان يعني الصدقه للمحتاج الذي ليس له من يعوله، لا هي فقيرة في سؤالي، لكن هو يعولها، يقول كلمة انها في بيته. يقصد صدقة الفطر، يقول إذا أخرجتها يوم العيد أبقيها عندي حتى تأتي تأخذها. لا، ما يؤخرها عن يوم العيد، ما يؤخرها عن صلاه العيد، يخرجها اليها قبل صلاه العيد، فان كان لا يتمكن من دفعها اليها فانه يدفعها الى غيره. ولا يبقيها في بيته حتى تأتي لا، تأخذها. ما يبقي يعني، يدفعها لها أو لوكيله قبل صلاة العيد. نعم.